احنا فرحانين بزاف بهاد اللقب اللي كينضاف للخزينة ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وكذلك الألقاب اللي حرز عليها المنتخب الوطني المغربي للفوتسال. فرحانين ومفتخرين ومعتزين بالتهنئة ديال سيدنا اللي فرحتنا بزاف الصراحة، واللي ولاتنا الاهتمام ديالو بجميع الرياضات والفروع ديالها. تنشكر الجمهور المغربي داكشي اللي دار معانا في الدمام، وكذلك اللي تبعنا عبر الشاشة والمواقع، والاحتفال اللي استقبلونا البارح. اللاعبين تبارك الله عليهم نموذجيين رائعين. أول مرة كندخلوا مرشحين وكل شيء خايف منا وكل شيء موجد لينا، ومع ذلك عرفنا كيفاش ننتصروا في جميع المباريات بدي سكور كبار و أحسن هجوم، وخدينا بزاف ديال الجوائز الفردية. السيد الرئيس كتقول لينا ما نشكروكش، هذا واجب، ما يمكنش السيد الرئيس. كنت السيد الرئيس تنجي قبل المجيء ديالكم مع 8 الصباح، تنبقى حتى 6 العشية باش ناخد ان ستاج، ما عمري نساها. وتنسمعك في لي كولوار، واش باقي هذاك خينا تما؟ تنجي اليوم، تنجي لغد ليه، أسبوع، عام، عامين، من 2012 وحنا مأهلين كوب دي موند، 3 سنين ما كناخدو أونكان ستاج. ما نشكركش، ميمكنش، امبوسيبل. مشيت غنشوف ماتش في تطوان، درت قصيدة كنت غنموت.